في مدينة داود عاين المعجزة لما انحدر الروح القدس بألسنة نارية كما نطق نوح اللهيج بالله لأنه قال في اجتماع تلاميذ المسيح صار رفيف كهبوب رياح عاصفة وملأ المنزل الذي كانوا فيه جالسين وابتدأوا كلهم ينطقون بألفاظ غريبة واعتقادات غريبة وتعاليم غريبة للثالوث القداس. إن الروح القدس كان دائما وكائن وسيكون لأنه ليس له ابتداء ولا له بالكليات انتهاء لكنه لم يزل منتظما مع الآب والإبن ومعدودا حياة ومحيا نورا ومانحا للضياء صالحا بالطبع وللصلاح ينبوعا الذي به يعرف الآب ويمجد الابن ويفهم من الكل أن قوة واحدة ورتبة واحدة وسجدة واحدة